اليوم انا في طريق تيناست، ودار زوين بزاف بين هاد الجبال ما بين تازا وتيناست، واحد 45 حتى 50 كيلومتر. ولكن اللي غنهضر عليه سوفون، انا كنهضر على حوايج ايجابيين، ولكن واحد الحاجه ما فهمتهاش هي هاد السنين كلها ما يمكنش ان الطريق ما تصاوبش 15 ولا 20 عام تبقى بهاد الطريقه هادي وبهاد العشوائيه وهاد التكرفيس، والواحد يدوز بخطوره. حرام حرام 15 ولا 20 عام وكاين واحد 12000 نسمه اللي ساكنه الفوق. ف زعما كيف يعقل؟ انا بغيت غير نتساءل كيفاش هاد الناس هملوا هاد المنطقه. الا كانت شي حاجه شي دراسه كدار، راه سمعتها من شحال هادي، ولكن حتى اليوم ما دار والو. فما بالك الناس الا كانت شي مراه مريضه ولا شي امبيلونس دايزه من هنا وغتمشي تولاد ولا شي حاجه، فما يمكنش. فعافاكم الا كانوا شي ناس وشي ناس كيتحملوا فعلا المسؤوليه يجاوبوني ديال الناس ديال هذه المنطقه علاش هاد الطرقان. وانا صورت غير طرف بسيط، ما صورتش كل شيء، فهمتي؟ ما صورتش كل شيء لانه والله الا عيب وحرام. هاد الناس يستاهلوا كل حوايج زوينين، لانه منطقه خلابه وغتخلي بزاف ديال لي توريست يبداو يجيو. ميرسي بوكو. ماشي عيب قنطرة باقا بحال هادي في هاد الوقت في 2021، وما يمكنش كتربط تيناست مع تازا، حرام. هاد اللي فوتنا هذا دابا كبير. لا تنساوش تزورونا على الصفحة الرسمية ديال لالا مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.